هلا هلا بيكن واهلا وسهلا فيكن. هاي نعم عم بتجهز العشاء الفطار. تقول تقول لي لما خدمتيش سكتي خلينا نهضر. هلا بيلوموني بيقولوا لي ليش ما سويتي الاكل. قول لهم باللي انا ما خليتهاش. انا ما خليتها، انا ما خليتهاش، انا من الجزائري، انا ما خليتهاش. والخصايم تعرفوا ما نعود لكم شو صاير فيه المخلوق. شو عم تسوي خال؟ شو عم بتسوي؟ قطع كيس اطحن النشا. نشا 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 طحين مثل الطحين. نشا بتاع المحلبيه. باش ديري محل بيه. ايوه اوكي. وهلا بصور لكم الفطور. وكاين جارته الفوق جزائريه فاتحتين الله يعمرها دار وهرانيه، ناس الغرب اللي يقلعوا القلب بيان سيغ. تاني راهي تما راه معارضيني كامل. قولوا الخال انعام فاتحه انعام دارت الباميه والرز وشو كمان والسلطه وفتيحه راح تجيب الشوربه ومانيش عارفه واش كاين والحلو. وبعد ما خلصنا والخبز العراقي طبعا. الخبز العراقي خالد سلم عليهم. الله يسلمهم ان شاء الله. بس هيك صوت يحفظهم ان شاء الله. السلام عليكم يا الغاليه. وهذا الخال حبيبنا راح عم يطحن. شوفوا شو راه يدير من كثر رمضان شو دار فيه مسكين. الله يحفظه ان شاء الله. الله يلا ما ضل كثير، ضل شي نص ساعه. كلك بركه ان شاء الله. الله يبارك فيك ان شاء الله مقبوله هالعزومه يا رب. اسمع ياخذها منك وراح نوريكم وش دارت انعام. نعومه عيوني يمج شوفي. هذا الرز طبعا. شوفوا الرز تاعهم كيفاش يجي شباب، يجي هبل نعيم. ضربت ثاني من جارته الجزائريه جات عند الام قالت لها قولوا لا لها الرز تاعكم يجي مفرفر. وهذه الباميه راهي طيب. هاي هي. وهذا عم نجهز. هذا عم نجهز مازال ما كملناش. وان شاء الله يطحن كيفاش يدير لي المحلبيه. فاطمه قاعده يقولوا لي ما تخدميش. والله غير نخدم ما بقوش يخلوني، ما يخلونيش ما يخلوني يا حبايبي نخدم يحبونك. باقي لي نص ساعه انا نتسنى. وهذا غسلنا له مسكين الفراش، غسلت له انعام صوالحو، غسلت له الفراش، طيب لون طيبوا له بزياده، ماشي انا طيب له بزياده مسكين باش يفطر. راكم عارفين الانسان مسكين يعني ربي يكون معنا. يعني الحمد لله ونشكروا على هاد العينين اللي عطاوهم لنا وعلى كل شيء. واش يقول بني ادم. هذه هي وخليكم معنا. ولي هو يجي هنا يحط الروز للدراري، الروز للحمام. اكل الرزات كلهم دخان. الحمام اكل الرزات كلهم. هذه هي عميراتي. دوك نصور لكم طاولة الفطار. انا وجدو بقاش بزاف راني ميتة بالجوع، ما تأمنوش عقلكم. خليكم معنا. وهما شوفوا كيفاش ياكلوا الخضرة هكاك. هاي السلطة حطي لها حامض بس. نعم نعم هاي السلطة بتحطوا لها حامض. انا راني نتشهى في كل شيء. امنوا لك وقعدوا اليوم يسيلوا لي. والحلو طبعا المعمول. هذا المعمول، هما المعمول يقولوا له ذاك القاطو اللي يجي فيه التمر هو نسموه المعمول. والنوقة اللي تسمح اللي توحم تسمح لنا مابقاش بزاف. يلا عميراتي اتوتالوغ تكملوا صور لكم الفطور. وان شاء الله الى قعدنا صارنا نصور لكم القعده الحلوه. خالد قول لهم شي قال لكم صحه فطوركم. خالد قول لهم صحه فطوركم. احنا بالجزائري بنقول صحة فطوركم. صحة قلبك ان شاء الله. الله يسلمك وشكرا على الزيارة وشكرا على كل شيء. الله ان شاء الله يا يسلموا الشعب الجزائري. اهلا بقول لك شكرا للشعب الجزائري. مراتي هادو هما الاداوة الفطور. شوفوا هادي جابته لي جارتنا، جارة الخال الجزائرية فتيحة. ومن وهران بيان سيغ. وبنات الغرب اللي يقلعوا القلب ديما. مبتيلاك غير حضري باسكو غادي يخرج غير الصوت مانيش نصور فيك. مبتيلاك تحيه. مبتيلاك وتيريغو تحيه الناس. مبتيلاك وناس تيريغو وناس وهران الباهيه. وهذه الشوربه تاعنا بيان سور الجزائريه الحريره. درتي فاتحه ولا شوربه؟ ويا على حريره الريوك سيرولي. هذه الحريره تاع الغرابه تاع الوهاربه. فوالا ما شاء الله ريحتها راهي داويه طالعه.
مع مرات تصبر اختي تاع البلاد بيان سو اختي تحيه الجزائر حنا طيبو جزائري ماشي مغربي ولا الاخر راه نعرف طيبو تاع بلادنا حتى حنا عندنا طيابنا وهذا الروز العراقي بيان سو انعام شوفوا هذا الروز اللي نتعلموا فاتحه وهذه الباميه القناويه اللي نقولها حنا بالجزائر فوالا وهذه طاولتنا وصحه فطورك الخال وصحه فطورك فاتحه ميرسي بوكو اختي على الضيافه شكرا بزاف 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 ما درنا لك والو جيتينا قدامي يا خيتي على الراس والعين يسلموا كما قال لك العراقي يسلموا ورانا نستناو في الاداج قد ضل حب تقولوا لنا شحال باقي قرب هذا هو فطورنا اليوم البنات وصحه فطوركم وينعاد عليكم بالصحه والستر ان شاء الله وحنا عند ربي صايمين واللي بغى يقول حاجه واحده اخرى يقولها الله يسهل على كل انسان ربي هو اللي حاسب ربي هو اللي حاسب ماشي البني ادم وحسبي الله ونعم الوكيل